بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى صحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معه في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي المنهجي الشافعي القاهري المصري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين يا الله يا كريم. وما زلنا في النوع الأخير من الكتاب، وهو النوع 47 في الكلام على المفردات من الأدوات وحروف المعاني. وبالأمس تكلمنا على ما، وقلنا أن ما تكون إما اسمية أو تكون إما حرف، يعني إما اسم أو حرف. وهي الاسمية هي ستة أنواع. الاسمية ستة أنواع. الاسمية هي الأسماء الخبرية وهي الموصولة، يعني تأتي في صورة اسم موصول، وتكلمنا عليها بالأمس. الثاني أنها تأتي شرطية بقى، ولها صدر الكلام. احنا عارفين الشرط والاستفهام ليه صدر الكلام، أما يبقى إيه أداة استفهام أو حرف شرط لازم ياخد إيه صدر الكلام، يعني أول تبتدي بيه. علشان كده يقول لك الشرطية ولها صدر الكلام، ويعمل فيها ما ويعمل فيها ما بعدها من الفعل. أما أقول لك ما تصنع، يبقى ما دي في محل إيه؟ مفعول به، لأن اللي بتصنعه وقعت عليه الصنع، يعني مفعول به، فأنت بتسأل عن المفعول به، فهمت؟ يبقى الفعل تصنع اللي جاي بعدها ده عمل فيها، خلاها في محل نصب مفعول، فهمت؟ أما تقول إيه؟ ما زيد، تبقى في الحالة دي هتبقى إيه؟ كأنها خبر، تقول زيد تلميذ أو طالب، فهم؟ تبقى كأن ما هنا خبر، يعني أحيانا إيه؟ تبقى في محل رفع خبر، أو أحيانا مبتدأ، واخد بالك؟ وأحيانا تبقى في محل إيه؟ في محل مفعول به، لو كان السؤال عما وقع عليه الفعل، ولو كان السؤال عن الفاعل هتبقى في محل رفع فاعل، فهمت بقى؟ وعلشان كده بيقول لك ايه؟ ويعمل فيها ما بعدها من الفعل. نحو ما تصنع، تقول له اصنع كذا، واخد بالك؟ وفي التنزيل ما ننسخ من آية او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. يبقى ما ننسخ من آية، يبقى ايه؟ ما هنا في محل نصب مفعول به، لان بتسأل عن المفعول به اللي وقع للنسخ، مش كده برضو؟ او ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، وهي كمان ايه؟ شرطية. وبرضو ما يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، برضو هنا شرطية، جواب شرط وفعل شرط، يعني فعل شرط يأتي بعدها وجواب شرط بعدها. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فما في هذه المواضع في موضع نصب بوقوع الفعل عليها، فهمت؟ نصب ليه؟ لأنه كأنه محل المفعول به، لأنه وقع الفعل عليه. الثالث بقى الاستفهامية، ودي مشهور، يقول سيدنا إيه موسى ما لونها؟ ما هي؟ لما لهم ذبحوا بقرة، يبقى بيستفهموا، فهمت ازاي؟ يبقى احيانا تاتي ايه استفهاميه، وطالما استفهاميه تبقى برضو ليها الصداره زي الشرطيه بالظبط، تبتدي بيها على طول، بمعنى اي شيء، ولها صدر الكلام كالشرطيه، مكتوبه كالشرط، صلح كالشرطيه، ها صلح يا سيدي العباره. في حد عنده مكتوبة كالشرطية؟ انت
ارفعوا ايديكم اللي مكتوبه كالشرطية. طيب كويس، في نسخ سليمة. النسخ اللي مكتوبة كالشرط يصلحها بقى، كالشرطية ولها صدر الكلام كالشرطية اللي هي النوع اللي قبلها، الشرطية اللي هي النوع اللي قبلها. ويسأل عنها عن أعيان ما لا يعقل وأجناس وصف. تمام، لما أسأل على ما أقصد الماهية أو أقصد على شيء غير عاقل. لكن لما بسأل عن شيء عاقل أقول من معك، تقول لي أبويا، جبت إزاي؟ لكن لما أقول لك ما معك تقول لي الشنطة، فهمت؟ يبقى ما معك نقول الشنطة، الشنطة غير عاقلة وإن كان فيها كتب، بس ما مش فاهماها، فهمت؟ اللي فاهمها هو اللي حاملها، فهمت؟ يبقى إيه، أما بتيجي تسأل عن شيء عاقل تقول من، تسأل عن شيء غير عاقل تقول ما. يبقى لو سألت عن من تقصد الصفة، ولو سألت عن ما أحيانا تقصد الماهية. تقول مثلا إيه، ما محمد إلا رسول. ماهيته بقى، ماهيته إيه؟ رسول. وما محمد إلا رسول إيه؟ قد خلت من قبله الرسل. يبقى وزي قال له إيه؟ من ربكما يا موسى؟ يعني بيسألوا عن صفة ربه في سورة طه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم سألوا في سورة الشعراء سؤال تاني، أصل فرعون ده كان رجل عالم مثقف فاهم، يعني مش أي كلام، عقلية كبيرة يعني من العقول الكبيرة في البشر، وقد لا ينفع العقل الكبير. يعني في ناس كتير عقولها كبيرة وماتت على الكفر. فهو سأله سؤالين، قال له من ربكما وقال له ما رب العالمين، مفيش تكرار، ده ما رب، عايز يعرف ماهية ربنا، والتاني عايز يعرف الصفة. فلما جاوبه، لما قال له من ربكما يا موسى، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، قال فما بال القرون، ما اعترضش، سمع الإجابات وسكت. لكن لما قال له ما رب العالمين، فقام إيه قال له إيه، قالوا وما رب العالمين، قال ربنا الذي أعطى إيه، وقال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم تعقلون. يعني يعني هو بيقول ما، فجاوبوا بالصفة، بملكية السماوات والأرض، ربكم ورب أبائكم الأولين. عشان كده قال إيه، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ده مش فاهم، مش مدرك الفرق بين من وما، ده لا يكاد يبين، ده مش فاهم، ده قاعد يشنع بيه. فاعترض على إجاباته، لأنه بيسأل عن الماهية فأجاب بالصفة، وبيسأل عن الصفة أجاب بالصفة. لما سأل عن الصفة ما اعترضش، لما سأل عن الماهية وأجاب بالصفة، لأن ماهية الله غير مدركة. مش كده قال لهم إن كنتم تعقلون، خلي عندكم عقل، الله ماهيته لا تدرك، فهمت؟ قال له في الآخر لأن اتخذت إلها غير لتكونن من إيه، من المسجونين. ده لسه بيحبه، ما قالوش أقتلك، لسه بيحبه. ما هو كان ربنا قاهر فرعون بأنه بيحب موسى، موسى لأي حد يضايقه يقتله على طول، إنما سيدنا موسى لا، مسجون بس، أسجنك بس، واخد بالك، يمكن يعقل، أصل أنا بحبه، فهم؟ فسبحان القاهر. المهم يعني يبقى ما، أما أقول لك مثلا إيه، من الشيخ أحمد الطيب، تقول لي شيخ الأزهر، صفته كده، فهمت؟ من عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جمهورية مصر العربية، وتعمل كده لازم طب تحية العالم. لكن أما أقول لك ما أحمد الطيب، تقول لي إنسان، إنسان مسلم، ماهيته إنسان مسلم، فهمت بقى إزاي؟ يبقى في ما وإيه ومن، نعرف الفرق. يبقى ما أحيانا تسأل عن غير العاقل، وأحيانا تسأل عن ماهية الشيء، فهمت إزاي؟ وتسأل عن أجناس العقلاء وأنواعهم وصفاتهم برضو. قال تعالى ما هي، ده في إيه، في البقرة يعني، ما لونها وما تلك بيمينك يا موسى. كل دي إيه، استفهاميات، ما المستفهمين.
قال الخليل في قوله تعالى: إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ما استفهام؟ أي شيء تدعون من دون الله؟ إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء. ممكن واحد تاني يقول لك لا، ده هي ما هنا موصولة خبرية زي الأولانية. إن الله يعلم يعني الذين يدعونه من دونه، وأنه لا شيء من دونه يدعى. ممكن تقولها كده، تفهمها كده، ممكن تفهمها إن هي استفهامية. يعني أنتوا بتدعوا مين؟ مين اللي بتدعوه دول؟ وهم لا يملكوا لأنفسهم ضر، كأنه إيه؟ استفهام استنكاري، مستنكر عليهم. فهمت بقى؟ فقد يكون الاستفهام لا يطلب إيه؟ لا يطلب جوابا. فهمت؟ ليه؟ بتستنكر عليه، أو تقريري بتقرره بشيء. فهمت؟ ومثال ما جاءها لصفات من يعلم قوله تعالى: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وما الرحمن؟ الرحمن ده مش يعلم؟ يعلم. فجت هنا ايه؟ استفهام عن من يعلم. مش انت بتقول ده استفهام عما لا ايه؟ لا يعلم، زي الجمادات وغيره. لا، وكمان تيجي لانه اصلا لفظ عام في الاستفهام، وان كان غالبا ما يستعمل في ايه؟ في غير ايه؟ ما فيما لا يعقل. وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. ونظيرها لكن في الموصولة: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. برضو جاي في الصفة: ما طاب لكم من النساء، يعني ايه؟ العفيفات الحرات. وجوز بعض النحويين أن يسأل بها عن أعيان من يعقل أيضا، حكاه الراغب. فإن كان مأخذه قوله تعالى عن فرعون: وما رب العالمين، فإنما هو سؤال عن الصفة، لأن الرب يعني هو إيه؟ الراغب عايز يقول لك إن سؤال فرعون ما رب العالمين ومن ربكما، سؤال الاثنين عن الصفة. ده الراغب بيقول كده، مش كل الناس قالوا كده، الباقيين المحققين قالوا له تقولك إن من عن الصفة، والتاني عن إيه؟ عن الماهية. فإنما هو سؤال عن الصفة، لأن الرب هو المالك والملك صفة، ولهذا أجابه موسى بالصفات. ويحتمل أن ما سؤال عن ماهية الشيء، ولا يمكن ذلك في حق الله تعالى، فأجابه موسى تنبيها على صواب السؤال. في سقط هنا بقى، في سقط إيه؟ هقوله لك، جبته أنا من نسخة تانية، واللي عنده السقط ده موجود يسمع اللي أنا بقوله، عشان لو في حاجة زيادة يقولها. يلا وضب قلمك واكتب. ونظيره في تنبيه المخاطب، ونظيره بعد تنبيها على صواب السؤال، بعد الكلمة دي بقى تفتح قوس وتقول سقط، فوقيها كده سقط، فوق القوس سقط. ونظيره في تنبيه المخاطب للمتكلم على الكلام ما حكى سيباويه عن بعض العرب أنه قال، أعيد تاني علشان لو فاتك كلمة. طيب، حصة الإملة مسجد الأشراف، حسن خطك. ونظيره في تنبيه المخاطب للمتكلم على الكلام على صواب الكلام. مكتوب عندك على صواب الكلام؟ طب كويس، أنا حاسس إنها مش حلوة، ما أنا عايزين نكملها، لأن النسخ للأسف كتاب البرهان لم يخدم. اللي خدم اكتر كتاب الاتقان للسيوطي، لكن كتاب البرهان ده عايزين بعد كده ان شاء الله نعمله طبعا. احنا مخدومة، هنقول ايه؟ خدمة مسجد الاشراف لكتاب البرهان، وتطبع بقى نجمع ده كله من الطبعات. فانت بتقول ايه؟ في تنبيه المخاطب للمتكلم على صواب الكلام. طب كويس، صواب الكلام ما حكى سيبويه عن بعض العرب أنه قال: ذهبت معهم فقال المجيب: مع من؟ مظبوط؟ فقال: أتجيب مع مبين أو مبين. فقال: أتجيب مع مبين. فقال ذهبت معهم فقال: أتجيب
مع مبين. لا 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 غلط، ده انت اللي تصلح بقى، انت اللي تصلح. فقال المجيب مع من؟ كويس. قال ذهبت معهم، يعني انا بسأل واحد بقول له ذهبت معهم، فقال لي ايه مع من تقصد، مع مين ذهبت، مع مين، فهم؟ فقال المجيب مع من. فالمتكلم بنى كلامه على ان المخاطب عالم بالمكنى عنه، يعني انا لما سألته ذهبت معهم متصور ان اللي بكلمه ده عارف مع مين، الضمير ده يقول لمين، فهمت ازاي؟ انا متصور كده، فهمت؟ نقول الكلام تاني. فقال المجيب انه قال ذهبت معهم، فقال المجيب مع من. فالمتكلم بنى كلامه على ان المخاطب عالم بالمكنى عنه، اللي هو في الضمير يعني هم، ولم يكن عالما بهم، وطلع مش عالم، علشان كده قال له ايه؟ قال له مع من، يعني هو كان متصور وهو بيسأله ذهبت معهم ان عارف مين دول، فقال له مع من، طلع ان اللي بيجاوب مش عارف يقصد اني مين، فهمت بقى؟ فهمت الكلام؟ في حاجة ناقصة تاني؟ ماشي كويس؟ ولم يكن عالما بهم، فلذلك أجابه بمن؟ واضح؟ فكذلك أجابه ابن عبدوس. إيه؟ مكتوب فكذلك أجابه ابن عبدوس. لا شيل دي. صلح بقى. صلح بقى. فلذلك أجابه بمن؟ خلاص؟ يعني ما أجابوش ما، يعني سيبويه قال لك ما قالوش ما، يعني ما هم؟ قال له من هم؟ لأنه عقلاء، فهمت؟ بس تفهمها بمن؟ فهمت الكلام بتاع سيبويه؟ عمك سيبويه يا عم، وعمنا كلنا، اللي هو زعيم مدرسة البصريين، ها؟ ومات علشان إيه؟ حرق دمه الكسائي، فزعل ومات بعد القعدة دي، زعله في مناظرة كده، واخد بالك؟ فروح بيته زعلان في كمد ومات. ليه؟ لأنه اتفق الكسائي مع واحد أعرابي إنه إيه؟ يقول شاهد، والشاهد ده مش موجود في كلام العرب، عشان يكبس سيبويه ويطلع إنه كلامه غلط قدام خليفة العباسي، فهمت؟ فراح دخل الأعرابي شهادة زور، واخد بالك؟ وكان الكسائي متفق معاه عشان عايز ايه؟ يكبس سيبويه، فسيبويه زعل وحزن ومروح حزين حزن شديد، مات بسببها. الكسائي ده زعيم مدرسه الكوفه، وسيبويه زعيم مدرسه اهل البصره، كانوا يقعدوا مع بعض قدام الخليفه ويقعدوا ينقروا بعض في اعراب كلمه، تقول في الكلمه دي ايه؟ منصوبه، طب منصوبه ليه؟ ليه ما تقولش مكسوره؟ طب وايه دليلها من اشعار العرب؟ وحاجات كده بقى، مناقشات بهذه الصوره، فهمت بقى ازاي؟ فالمهم سيبويه يا سيدي مات ايه؟ بلغه المصريين منقوط من سيبويه. منقوط يعني متغاظ من سيبويه. ربنا هيجمعهم يوم القيامه بقى ويسامحوا بعض. خلاص احنا كده حطيت السقط. طيب نقرا بقى الكلام اللي موجود بعد كده. ثم فيه مسألتان، احداهما في اعرابها. اعراب ما بقى؟ حسب انت بتستفهم عن مبتدا تبقى مبتدا، بتستفهم عن خبر تبقى خبر، تستفهم عن مفعول به تبقى مفعول به، تستفهم عن فاعل تبقى فاعل، فهمت؟ سهله. طيب في مسألتان احداهما في اعرابها وهو بحسب الاسم المستفهم عنه، فان كانت هي المستفهم عنها كانت في موضع رفع بالابتداء، نحو قوله تعالى ما لونها، هتقول ايه؟ هتقول صفراء مثلا، حمراء. وان كنت انا رايي ان هي تبقى ايه؟ في محل ايه؟ خبر، تقول هي حمراء، هي صفراء، او لونها اصفر، او لونها احمر، تبقى ايه؟ تبقى خبر مش ابتداء، حسب تذوقنا اللي على قد حالي يعني. وما هي؟ ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني عايز يقول لك ما أصابك من حسنة، يعني الحسنة التي أصابتك فمن الله، تبقى إيه؟ تبقى
مبتدا، الحسنه التي اصابتك فمن الله، الحسنه، فهمت؟ عايز يخليها كده. ما اللغه لغتنا بقى ونلعب بيها زي ما احنا عايزين، اخليها انا خبر، انت تخليها مبتدا، ده خليها لغه جميله. اللغه العربيه دي جميله، كل واحد ليه تذوق معين. وعشان كده انا كنت يعني اعرف عالم كان عنده 90 سنه قضى عمره في اللغه العربيه، وكان من علماء دار العلوم الله يرحمه، مات، يقول لي انا لا اخطئ واحد في كلمه اعربها، نصبها، جرها، كل له وجه. تصور بقى، يعني ما كانش يشوف ان في خطا. قول له يعك في الكلام، وانا هجيب لك عك اللي في الكلام ده في وجه يصححه، بتقدير مقدر محذوف، بتقدير مش عارف ايه، بدا يقعد لك بقى يعملها لك، يطلع لك في الاخر صح. اخد بقى من كتر ساعه فهمه في اللغه. يعني اللغه العربيه فيها الليونه دي، حاجه لينه جميل، فهمت ازاي؟ تستند عليها تريحك، يعني مش مدببه كده تضايقك. في لغات مدببه، يعني يعني ما تستحملش انك انت تلعب فيها كتير، يا تقولها كده يا كده غلط. لو اللغه العربيه لا، اللغه العربيه حنين، فهمت بقى ازاي؟ وان كان ما بعدها هو المسؤول عنه كانت في موضع الخبر، كقوله وما الرحمن، وقوله ما القارعه، ما الحاقه. هتقول الحاقه هي يوم القيامه، القارعه هي القيامه، واخد بالك؟ وهكذا. الثانية في حذف ألفها، مش قال لك في مسألتين، أولا في الإعراب والثاني في حذف الألف. أحيانا يا أخي تيجي مادي محذوفة الألف، زي عما يتساءلون، تكتب عين مين بس، مش كده برضو؟ تكتبش في ألف، صح؟ بما تبشرون محذوفة الألف، مش كده برضو؟ يبقى أحيانا تحذف الألف بتاعتها في حذف ألفها. ويكسر في حالة الخفض، تمام، لما تيجي بعد حرف جر تحذف ألف. عما يتسألون هي عن ما، مش عند حرف جر. بما تبشرون بقى دي مش حرف جر، تحذف الألف بتاعتها على طول، فهم؟ الثانية في حذف ألفها ويكسر في حالة الخفض، قصدوا مشاكلة اللفظ للمعنى فحذفوا الألف كما أسقطوا الصلة، ولم يحذفوا في حال النصب والرفع كي لا تبقى الكلمة على حرف واحد، فإذا اتصل بها حرف الجر أو مضاف اعتمدت عليه، لأن الخافض والمخفوض بمنزلة الكلمة واحدة، كقوله تعالى فيما أنت من ذكراها، لما تحرم ما أحل الله لك، فبما تبشرون، عما يتساءلون. يعني كأن الألف لما حذفناها اكتفينا بحرف الجر اللي لزق فيه، فاهم؟ وخليناها هم كل منزلة كلمة واحدة. وأما قوله يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي رب الله، هنا أثبتوا الألف، سورة ياسين، مع أن قبلها به، عشان تعرف أن القرآن خطه معجز برضو. لو أنت هتمشي على القاعدة كنت تقول بما غفر لي ربي، تحذف المين؟ الألف، مش كده برضو؟ زي بما تبشرون، لكن لا، بما غفر لي ربي، وأثبت الألف بالرغم أن قبلها حرف جر. فقال المفسرون، دي عملت لهم مشكلة، المفسرون لغويا، معناه بأي شيء غفر لي، فجعلوا ما استفهاما. وقال الكسائي معناه بمغفرة ربي فاجعلها مصدرية. قال الهروي إثبات الألف في ما بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر لغة. قال لهم دي لغة من لغات العرب، انتوا زعلانين ليه؟ في بعض لغات العرب ولهجات العرب بتثبت الالف حتى لو كانت ملحقه بيها حرف جر. فجاءت سوره ياسين على هذه اللغه، ايه زعلانين ليه بقى؟ فهمت ازاي؟ عايز يحل لهم الاشكال، زي الدكتور اللي قلت لك عليه الله يرحمه ده، واخد، لما يلاقي ناس مختلفين وعايز يخطئ ده يروح معاه على الاثنين ويطلع ده صح وده صح، بس انتوا حبايب، حاجه بسيطه، فهمت؟ فبيقول لهم ده في لغه كده من لغات العرب بيثبتها برضه. قال الهروي إثبات الألف في ما بمعنى الاستفهام مع اتصالها بحرف الجر لغة، لغة من لغات العربية. وأما قوله فبما أغويتني لأقعدن لهم، ده كلام الشيطان شايل كده وحطنا الألف وفي مد كمان، فبما أغويتني،
فقيل إنها للاستفهام أي بأي شيء أغويتني، ثم ابتدأ لأقعدن لهم، يعني كأنه بيقول فبما أغويتني كده، كأنه بيستفهم أنت ليه أغوتني، طب أدم كده بقى لأقعدن لهم صراطك المستقيم، كأنه بيستفهم عن سبب الغواية. طب إجابتها إيه؟ لأنك متكبر يا متكبر، لو ما كانش فيك كبر ما كنتش غويتك، اللي غواك كبرك، فهم؟ أدي الإجابة. وقيل مصدرية ومتعلقة بفعل القسم المحذوف أي بأي شيء أغويتني ثم ابتدأ لأقعدن، وقيل مصدرية والباء متعلقة بفعل القسم المحذوف أي فبما أغويتني أقسم بالله لأقعدن، أي بسبب إغوائك أقسم. ويجوز أن تشوف كل كده، كل دي تزوقات، كل واحد يقبلك بمعنى ويطلع إيه متزوقة بالطريقة دي. ويجوز أن تكون الباء للقسم كمان، فبما أغويتني أي فأقسم بإغوائك لأقعدن، وإنما أقسم بالإغواء لأنه كان مكلفا، والتكليف من أفعال الله لكونه تعريفا لسعادة الأبد، وكان جديرا أن يقسم به. خدوا بالكم بقى يا جماعة، نرجع تاني لفوق، فاكرين عما يتساءلون؟ الناس المثال ده عما يتساءلون، في سقط هنا أنا جايبه في آخر الصفحة. لما تحرم ما حل الله لك فبما تبشرون عما يتساءلون، ارجع فوق عند بعد عما يتساءلون، اعمل علامة وافتح قوس في سقط عندك في مكتوب حاجة بعدها. طيب خد بالك بقى، وقال بعض النحويين، وقال بعض النحويين إما أن يستفهم بها مبنيا أو لا. في حد عنده الكلام اللي أنا بمليه ده طبعا من طبعاتكم عندك؟ طب راقبني بقى وأنا بقولك ليكون إيه عندك تصحيح برضو، خد بالك. وقال بعض النحويين إما أن يستفهم بها مبنيا، عندك مبنيا؟ طيب أو لا، فالأول لا يحذف إلا مع الخافض، كقوله فبما تبشرون ونظائره يعني وما كان شبهه، والثاني يحذف مع غير الخافض، فإذا قال رأيت شيئا حسنا قلت ما رأيت أو رأيت منه، العبارة كده مظبوطة منضبطة. طيب ونقفل القوس كده، ده إذا كان سقط في المطوع. نرجع تاني اللي احنا كنا بنتكلم، يقولك ويجوز أن تكون الباء للقسم اللي هي فبما أغويتني لأقعدن لهم، ويجوز أن تكون الباء للقسم أي فأقسم بإغوائك لأقعدن، وإنما أقسم بالإغواء لأنه كان مكلفا، والتكليف من أفعال الله لكونه تعريفا لسعادة الأبد، وكان جديرا أن يقسم به. فإن قيل تعلقها بلا أقعدن، قيل يصد عنه لام القسم، ألا ترى أنك لا تقول والله لا بزيد لأمرن، لا بزيد لأمرن، يعني ممكن ايه يقول لك ان الباء هنا مش القسم، ليه؟ لانها ايه؟ لان ايه؟ علشان تعلقها بلام القسم، قال لا اقعدن، فمش مقول تبقى ايه قسمين ورا بعض، يعني ما الباء هتخليها قسم، ولا اقعدن يعني بيقول له والله اقعدن،
ما هي لام دي لام برضو قسم، فعايز تخلي القسم متكرر ليه؟ عشان كده بعضهم قال لك لا الباء ما تبقاش باء قسم. فإن قيل تعلقها بلا أقعدن قيل يصد عنه لام القسم، ألا ترى أنك لا تقول والله لا بزيد لأمرن، فهمت؟ ونقف عند هذا الحد، ويبقى فاضل لنا الرابع والخامس والسادس إن بكرة إن شاء الله. إحنا القراية دي قلنا إيه؟ قراية تصحيح إيه النسخة. بعد كده هنقرأ الإتقان، وبعد ما نقرأ الإتقان نرجع تاني للبرهان نقرأ تاني. واضح الكلام؟ يعني إن شاء الله كده هنقعد في موضوع البرهان والإتقان إن شاء الله بتاع 4 سنين، قد اللي بتقعدهم في كلية الشريعة عشان تاخد ليسانس الشريعة، فاهم؟ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على دين على أسعاد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون الغافلون